مفتوح للأستاذ رجائي فتحي من قطر، نطمن على بعثة النادي الأهلي. أستاذ رجائي برحب بيك. مساء الخير عليك أستاذ إسلام وعلى ضيوفك وعلى كل مشاهديك في كل مكان. طمنا على بعثة النادي الأهلي. النهاردة الأهلي أدى التدريب الأخير ليه، كان على ملعب المباراة، ملعب جاسم بن حمد، وكانت الأجواء مكيفة، يمكن تدريب مختلف عن الثلاثة أيام السابقة. كان الأهلي بيتمرن على ملاعب جامعة قطر. النادي الأهلي جه النهاردة الملعب يمكن قبل ميعاد التمرين بحوالي 15 دقيقة أو 20 دقيقة. إحنا حضرنا كإعلاميين لمدة ربع ساعة. كابتن محمود الخطيب موجود مع البعثة، موجود معاهم في الباص بتاع اللاعبين. كل البعثة فيه تفاؤل كبير. حراس المرمى أدوا تدريبات قوية مع مدرب الحراس بيتسو موسيماني، واضح التركيز الكبير لأنه هو بيتكلم مع اللاعبين قبل ما يبتدي التدريب الرسمي فترة طويلة. مفيش لاعب كابتن اسلام مش موجود، يعني كل اللعيبة اللي موجودة مع بعثة النادي الأهلي جاهزة إن هي تشارك، مفيش لاعب مصاب، مفيش لاعب غائب، كل اللاعبين بما فيها علي معلول للمشاركة. بما فيها علي معلول، وبنسبة كبيرة بنسبة كبيرة علي معلول يبدأ أساس المباراة لأن هو فورمة عالية، وواضح إن التركيز كان عليه، كروسات كتير، شغال كتير مع المدرب نواحي فنية وبدنيا، عمل تيست اللاعب، لا جاهز بدنيا يقدر يشارك من البداية. طبعا هي كلها بتبقى قرارات للمدير الفني. في جمهور النادي الأهلي يمكن حاول يتابع اللقاء التدريبات، طبعا في بابل وفي فقاعة صحية، ممنوع أي حد يدخل غير الإعلاميين اللي معاهم الأكريديتيشن والفترة محددة، لكن هم بيجهزوا مفاجآت للفريق بكرة في المدرجات هتبقى موجودة. الملعب هيفتح قبل المباراة تقريبا بثلاث ساعات علشان الناس يتسنى ليها الدخول بوسط الإجراءات الاحترازية. بعثة النادي الأهلي تفاؤل كبير بس مشوب بالحذر، يعني في حذر من فريق نهضة بركان، برضو فريق انت عارف طبيعة الأداء في شمال أفريقيا، ونهضة بركان الحقيقة عنده بعض اللاعبين من أصحاب الخبرة زي جورو حدراف وغيرهم من اللاعبين اللي لعبوا قبل كده في منتخب المغرب، وعلشان كده المدرب اتكلم مع لعيبه الاهلي كتير النهارده، ويمكن كان في محاضرات فنيه في الفندق. اجواء كلها تقول ما بتختلفش كتير كابتن اسلام عن بطوله كاس العالم للانديه من حيث التحضيرات. يمكن الاهلي عنده ميزه من وجهه نظر ان هو جه الدوحه قبل فريق نهضه بركان بحوالي بيوم او 24 ساعه، ده اداله فرصه ان هو يتكيف مع الاجواء ومع طبيعه الاجواء بشكل اكتر من الفريق المغربي. ونتمنى طبعا التوفيق للاهلي وان يقدموا مباراه كبيره، خاصه في ظل التطلعات الجماهيريه الكبيره اللي بتنتظر من فريق النادي الاهلي ولاعبيه ان هم يسعدوهم ويقدموا لهم مباراه تليق بهذا الحدث، وخاصه الاهتمام كبير، يعني سواء لجنه منظمه من اتحاد الكوره، اهتمام كبير بالملعب، تعقيم الملعب. اللجنه المنظمه تاكدت من اجهزه الفار وعمليه تطبيقها في المباراه ان شاء الله بكره. كل شيء تم الترتيب ليه بصوره كبيره جدا، الملعب نفسه تم تعقيمه وتعقيم غرف خلع الملابس والمداخل والمخارج، عاملين بابل بمعنى بابل، يعني فعلا فقاعه صحيه، ممنوع انت تقدر توصل لاي مكان موجود فيه اللاعبين، حتى احنا في الاماكن الاعلاميين كابتن اسلام في مكان مخصص للاعلاميين اللي جايين مع بعثه الاهلي ونهضه بركان اللي هم موجودين في البابل مع الفريقين، واماكن للاعلاميين اللي موجودين داخل قطر سواء في الجرايد القطريه او غير الجرايد القطريه اللي هتغطي المباراه. حقيقي اهتمام كبير جدا يواكب اهميه المباراه والحدث. كل الضيوف موجودين، طاقم التحكيم موجود واتمرن النهارده على ملعب سباير وبيجهز نفسه بشكل جيد للمباراه بقياده الحكم الجزائري غربال. اتمنى ان شاء الله تطلع مباراه كبيره، وخاصه فريق نهضه بركان يمكن بيلقى دعم كبير من الاتحاديه المغربيه، لان رئيس الاتحاديه هو كان رئيس النادي وفي اهتمام بيه ان هو يعمل نتيجه ايجابيه قدام الاهلي. وحتى تصريحات المدرب النهارده، يعني المدرب بدرو بن علي مدرب فريق نهضه بركان، قال بالحرف الواحد لو احنا ملناش حظوظ في المباراه كنا قعدنا في المغرب ما جيناش الدوحه علشان نشارك في المباراه، وده طبيعي جدا في مثل هذه اللقاءات المهمه واللقاءات اللي بتلعب فيها على لقب وعلى بطوله. نفس تصريحات الاهلي يمكن كان فيها احترام كبير جدا من جانب بيتسو موسيماني او من جانب محمد الشناوي حارس المرمى بقيمه وفريق نهضه بركان وقيمه اللاعبين اللي موجودين فيه، وايضا قيمه بطوله السوبر الافريقي كبطوله مهمه اي نادي بيحاول ان هو يضيفها لجلاب او خزائن بطولاته.
استاذ رجائي، هل تم في كلام عن جلسه ما بين الخطيب وعلي معلول علشان تمديد التعاقد، ولا الانباء اللي اتسربت ديت ملهاش علاقه لان الكل مركز في المباراه، ولا مفيش معلومات عند حضرتك او عند البعثه الاعلاميه خاصه بان في جلسه؟ اتفضل اتفضل. الحقيقه كابتن اسلام، الكابتن محمود الخطيب اي وقت بيلاقي عنده فاضي من مصادرنا داخل البعثه ومن مصادرنا حتى اللي احنا نعرفهم في البابل، الخطيب ما بيفوتش اي لحظه الا وبيجلس لقاءات فرديه مع اللاعبين. كان مع كل اللاعبين او معظم اللاعبين الموجودين في الفريق، وانت عارف حساسيه النجم، يعني كلنا عارفين الخطيب نجم كبير، وقبل ما يكون رئيس للنادي الاهلي ويعرف قيمه المباريات النهائيه والتاهيل النفسي ليها. علشان كده شفنا الخطيب هو رئيس البعثه، هو كان معاهم في مونديال الانديه، لان ده عامل مهم جدا في مثل هذه المباريات. الحقيقه دايما حتى اللقطات الفيديو اللي بتبقى منشوره وبتاع بنشوفها قد ايه الخطيب هو حريص ان هو يكون متواجد في كل تجمع يكون فيه لاعبي النادي الاهلي، بعيدا حتى عن غرف غرف العاشه بالنسبه ليهم. فوارد جدا يكون الكابتن خطيب تكلم مع معلول، وخاصه ان في انباء معلول هيقعد مع الاهلي، معلول هيجدد مش هيجدد. لكن الحقيقه التركيز الاعلى والاكبر والاهم عند بعثه النادي الاهلي ان هم يتجاوزوا هذه المباراه ويحصلوا على بطوله غائبه عن النادي تقريبا منذ 7 سنوات، وده في حد ذاته هدف مهم جدا قبل اي هدف اخر. وخاصه انت عارف ان اللعب للنادي الاهلي بالنسبه للاعبين الافارقه بيبقى يعني هدف زي اللعب لاي نادي مصر، بيبقى هدف، بيبقى حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. علشان كده معلول يمكن ما صرحش ولا قال شيء لقبل في التدريبات، يمكن شفناه النهارده كان بيشاور لبعض الناس اللي موجودين باشاره اللي هي يعني ان انا جاهز، ان انا قادر اشارك في المباراه. وده في حد ذاته امر جيد، يعني بيقول ان العلاقه بين علي معلول وبين جهاز الكوره بقياده سيد عبد الحفيظ او اداره النادي برئاسه محمود الخطيب علاقه متميزه جدا. انما عمليه التجديد من عدمها والتفكير في هذا الموضوع اعتقد ان يكون الوقت او المكان يمكن غير مناسبان لهذا الكلام، لكن ممكن بعد السوبر بعد المباراه يكون في كلام، سواء علي معلول يستمر مع النادي الاهلي او يغادر، زي نفس الكلام اللي بيتقال طبعا بدرجه اعلى بكتير جدا فرجاني ساسي مع نادي الزمالك. مظبوط.